هل سيخضع يعقوب لرغبة فائقة؟ وهل ستتغاضى ليئة عما حدث ليوسف مع فائقة؟ لابد أن هناك حدثا كبيرا سيهز كنعان اليوم. يعقوب، أريد حزام أبي إسحاق. واندهش يعقوب، لماذا تسأله عن حزام أبي وهو بالأصل معها؟ ماذا تريد فائقة؟ وأين هو حزام إسحاق عليه السلام يا فائقة؟ أظنه مع يوسف. ولماذا مع يوسف بالذات؟ أنا لا يهمني أي شيء إلا أن يعود لي حزام أبي إسحاق. وحزن يعقوب لما ظنته فائقة في ولده وحبيبه يوسف. أخشى على نبي الله يعقوب من هذه المفاجأة، فهو لا يتحمل هذا على يوسف. ماذا لو كان الحزام مع يوسف الخلوق؟ إذن لأصبحت فضيحة مدوية تتحدث عنها كنعان لتاريخ طويل يا زلفة. يعقوب، دعني أفتش يوسف، فلربما كان الحزام معه. لا، يوسف لا يمكن أن يفتشه أحد، فهو الكريم ابن النبي. ولكنه بشر مثلنا، قد يصيب وقد يخطئ، فلما لا يتم تفتيشه؟ لعلها نهايتك يا يوسف، لعلها سوء الخاتمة. لم أتوقع أن الحزام معه. أنا لا أرتاح لمن يقولون عنهم أتقياء وأنقياء. هيا هيا فتشيه يا عمتي، لعله السارق. اصبروا، فيوسف ليس ذلك الطفل اللص. هكذا أنت دائما تدافع عنه يا لاوي. انتظروا قليلا، فالعمة فائقة تتقدم نحو يوسف. انتظروا انتظروا. هذا هو حزام أبي إسحاق يا يعقوب، لقد سرقه يوسف. لا لا، يوسف ابن راحيل لا يسرق أبدا. لقد ضاع يوسف وحقت عليه شريعة كنعان. شريعة كنعان تطبق على ابن النبي يعقوب؟ ما الذي يجري على أرض كنعان؟ يوسف متهم بالسرقة، ووالده يعقوب يعلم أن شريعة كنعان لا بد أن تطبق على يوسف، وحكمها ماض لا محالة. ترى لماذا فعلت فائقة كل هذا؟ وكيف حدث هذا؟ وكيف وجدوا الحزام مع يوسف الصديق؟ يعقوب يا أخي، أنت تعلم أن شريعة كنعان تقضي بأن يصبح السارق في رق عند المسروق منه 4 سنوات، وهذا حقي. يوسف سيذهب عبدا عند فائقة حتى يرى الذل بعد عز والفقر بعد سعة، ليذوق مما نذوق منه. فنحن نشعر أنه سيد علينا منذ ولد. كفى كفى، ما هذا الذي تقولونه؟ كيف تحكمون بهذا على ابن نبي الله وهو الكريم ابن الكريم؟ اهدأ يا تقي، اهدأ، هذا هو الحق، ونبي الله يعقوب لا يفرق في الحكم بين الناس. ولم يكن أمام يعقوب إلا أن يرضخ لشريعة كنعان ويصبح يوسف من حق فائقة لمدة 4 سنوات. لا أدري ما الذي يحدث، لا أدري. سقط يوسف في الرق. وبهذا ينتهي يوسف بالنسبة ليعقوب، بعد أن جلب له العار فهو سارق. عدت إلى حضن عمتك يا حبيبي، عدت يا يوسف. 4 سنوات كاملة لن تفارق هذا المكان يا يوسف. نعم، لجأت إلى حيلة سرقة الحزام، لكني لم أجد حلا آخر سوى هذا الحل يا يوسف، فسامحني، سامحني يا حبيبي. وكان يوسف في غاية السعادة في كنف عمته فائقة، فهي قد أصبحت القلب الرحيم والسند والأمان ليوسف الصديق. ظل يعقوب يتعبد ويدعو ربه ويتوسل إليه أن يهدي قومه وأن يحفظ أبناءه وأن يصلح ذات بينهم، بعد أن زاد حسدهم لأخيهم يوسف دون سبب، غير أن أباه يعقوب يراعي أنه يتيم فقد أمه في أهم مراحل حياته. سنوات وها هو يوسف قبل أن يبلغ الحلم في بيت فائقة. يوسف، يوسف، قم يا حبيبي تناول غداءك. شعرت فائقة بقرب أجلها فخافت على يوسف أكثر وأكثر. يا يوسف،
كن حريصا على نفسك واحترس من إخوتك أن يكيدوا لك كيدا، فالحقد قد يؤذيك يا حبيبي. تعال يا بنيامين، تعال يا يوسف، لا تلعب بعيدا عني فأنا أخاف عليكما. من ماذا يا أختي دينا؟ أخاف عليكما من إخوتكم خوفا كبيرا. كيف وقد ماتت أمنا راحيل؟ لا عليك يا بنيامين، فأنت ما زلت صغيرا لا تفهم عن الحياة كثيرا. إن أبانا حزين جدا. وكان يوسف يسمع لهذا وهو في غاية الحزن، لأنه كان يكن لهم حبا كبيرا، ولم يكن يتصور أن في قلوب إخوته كل هذا الجفاء والمكر. ما زال اهتمام أبينا والعمة فائقة يزداد يوما بعد يوم بيوسف. وماذا نفعل يا يهوذا؟ وهذا الأمر ليس له من دواء. ما الذي يميزه عنا؟ نحن من نرعى الأغنام ونطحن ونخبز وندافع عن أموالنا، وربما نقاتل الدئاب من أجل أهلنا. فماذا يفعل يوسف؟ ماذا يفعل يوسف؟ أرى أن نتفرغ للعمل بدلا من هذا الهراء. نم يا يوسف، وأنا سأنام أيضا، أشعر بالموت يقترب مني، أشعر بدوار ويكاد يغمى علي. شعر يوسف بمرض عمته فائقة وحزن لذلك حزنا شديدا. لا تحزن يا يوسف، لا تحزن يا حبيبي، ولكني أريد الآن أخي يعقوب وخالتك ليئة. قلقا علي يا دينا، عمتي فائقة مهتمة به فلا تخافي. أريد أن أرى أخي يا خالتي. ماذا بك يا بني؟ يقولون إن عمتنا فائقة على فراش الموت وأبي يعقوب في الطريق إليها. عمتي فائقة على فراش الموت، هيا بنا يا بنيامين. ماذا أصابك يا فائقة؟ وجاءت ساعة النهاية يا فائقة، وها هم أنبياء الله حولك يودعونك إلى رحاب الله تعالى. يعقوب، أوصيك بيوسف، فإن حزني ليس على فراقي للحياة، وإنما على فراقي ليوسف. وأعلم أن بعدي عنه سيسبب له حزنا شديدا، وإني لفراقك يا يوسف لحزينة. وأرجو أن يجمعني بك الله في جنته. يوسف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى